أكاديمية أم بي سي نهتم مو بس بتدريب الطلاب، كمان إذا كان في أي فعاليات مهمة مثل مهرجان الجونة نحاول إن إحنا نخلي طلابنا يشاركون في مثل هذه المهرجانات، لأن هذه المهرجانات تساعدهم كثير على أنهم هم يبنون علاقات ويتعرفون على نجوم في المجال، على منتجين، على مخرجين، ويبنون شبكة علاقات مهمة تساعدهم لما يتخرجون ولما يبدون يدخلون في أعمال حقيقية. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا يعني حلمنا كمان في أكاديمية أم بي سي إحنا نشوف طلابنا يوم من الأيام نجوم في هذه المهرجانات. أحب أشكر أم بي سي أكاديمي على الفرصة هذه اللي ما تتعوض، لأنه بصراحة يعني فرصة جداً رائعة وجداً ممتعة وجداً مفيدة لنا. سعودي هذه مهمة للوطن، أنه أنا أجي إلى دولة عريقة في الفن جمهورية مصر العربية. تجربة رائعة قدومنا لمهرجان الجونة السينمائي، لحضور العديد من الأفلام والعديد من الأحاديث، لمقابلة العديد من الممثلين والمنتجين الكبار في الوسط الفني. ونحن كممثلين ام بي سي اكاديمي لنا وبالنسبه لنا شيء مختلف جدا. شكرا ام بي سي اكاديمي انك دائما بتودينا المكان بيكون فني فني فن.